وفي مبادرة بأبعاد إنسانية، النسيج الجمعوي احتفل بيوم اليتيم في البرنامج أنشطة تربوية وأخرى تثقيفية وترفيهية استفاد منها مئات الأطفال المكلومين في ذويهم. ربورتاج عبد الفتاح مؤمن. اجتماع مستقر لوضع آخر اللمسات على برنامج يوم حافل قضاه نزلاء دار الأطفال بالمحمدية وقرى الإنقاذ SOS بمعية أطفال مدارس خاصة وعمومية. الهدف إدماج اليتيم والتخفيف من المعاناة والحرمان التي تعاني هذه الفئة من المجتمع. أنا فرحان بزاف حيت تلاقيت مع دراري أخرين وتعرفت بهم وأنا سعيد بهذه الخرجة حيت زوينة بزاف وصحابي تما فرحانين. جيت اليوم باش نشارك مع اليتامى باش نوريهم بأنهم ما مختلفينش علينا وباش ما يحسوش براسهم يتيمين وحزينين في حياتهم. الله يا مولاي. مسابقة غنائية، أنشطة تربوية وحضور مميز لشخصيات عامة في مجالات الفن والإبداع جعلت من النشاط لحظة استثنائية للطفل اليتيم. احنا درنا المجهود جانا باش نساهموا معهم في هاد اليوم المهم جدا اللي بغيناه يتكرر ويتكرر العام الاعوام الجايه ان شاء الله. وشفنا مع مدارس خاصه ومدارس عموميه ندمجوا بهاد الاطفال يحسوا انهم جو عائلي نهايه السنه الدراسيه ومنها يندمجوا مع الاطفال ويتمتعوا بالصيف ديالهم ولو يوم واحد ولكن يكون يوم متكامل. هو يوم واحد فقط لكن الأكيد أنه مر في جو أسري اندمج فيه الكل لفئة تستحق منا جميعا مزيدا من العناية والاهتمام.